La semaine de Moussa. أنا الملازم محمد مناف معراتي من الجيش السوري الحر. جاءنا اليوم خبر عن استهداف الجيش الأسدي لباص يقل مجموعة من أهالي مدينة السلمية، وقامت عناصرنا وعناصر الجيش الحر بحماية الأهالي، وها هم الأهالي يتحدثون إليكم عما حدث. سيدي الكريم تفضل تحدث لنا ما حدث. جينا راكبين الباص من حلب، وصلنا لخان شيخون بعد ما قطعنا مركز الشرطة، صافي إطلاق نار على الباص من الخلف، وقفنا مرتين بعدين انطلقنا مع الفناوز، مقطوع الطريق والباص مضروب، يعني جايته قذيفة من القلب، وصار انطلق علينا رصاص من جهتين، من الجهة الشرقية من الجهة الخلفية. في شباب طيبين قالوا لنا أنه هن الجيش الحر، أطياب وجوههم طيبة، يعني الله يعطيه العافية نجونهم. سحبونا أول شيء واحد واحد وحطونا بيوتهم وطعمونا شربونا دفونا لحتى اكتمل الباص، وهي الباص هون كله ركاب الباص موجودين وقاعدين ببيت هالأكارم الطيبين. سيدي الكريم سؤال، هل أجبركم أحد على هذا الحديث؟ كانت بشكل كيفي الشغلة، يعني أعطونا إياها إنه حتى خيرونا ما يصورونا، على كيفنا كانت الشغلة يعني. شكرا لك. الله يسلمك. اخي الضرب اللي اجى عليكم من قبل الجيش النظامي ما هيك؟ صار يعني قذيفة الدبابة من وراء. ايوه يعني ما هو ضرب انه بارودي، لان الجيش السوري الحر معه بارودي كلاشينكوف ما هيك؟ احنا جينا القذائف، نحن بس بدنا نوع الضرب اللي جاكم، قذائف دبابات يعني او شيء؟ قذائف مثل ار بي جي مش الدبابة. ايوه لانه الصوت ضخم جدا كان، يعني انفجار شديد. نعم صاب يعني مؤخرة الباصة أصيبت مرأة. نعم. وسعفوها الشباب الطيبين أبناء الجيش الحر، وراحت على المشفى، أخذوها داووها بالمشفى. نعم. وقدموا لها كل الخدمات وكانوا كثير طيبين وكويس. هذا واجبنا أخي، واجب. الله يسلمك. واجب. يا رب. ما قصرت. الحمد لله على سلامتكم جميعا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا شباب. وصلوا بالسلامة. بيوتكم تشوفوا أهاليكم. تفضل كاس شاي لشرب.